في كل بقعة من بقاع الوطن تشيد الصروح الريادية ليقول في وطن الإنجاز والمعجزات، الإمارات هي وطن الأحلام المحققة، وطن المجد والعلا، فيه أجيال تلي أجيال رسمة الرؤى المستقبلية للقيادة الحكيمة التي مهدت ورسخت لأجيال قوية قادرة على مواجهة التحديات والتطور، محلقة بمنجزاتها نحو الفضاء لتعود بالمنفعة على البشرية، مسهمة ببصماتها المتفردة في بناء مستقبل الوطن ومئوياته القادمة لتعزيز ريادته بين الأمم.